هو بيشرب كام سيجاره وبقاله كام سنه وفي النص بطل ما بينهم وما بطلش. يعني ده دي حاجات مهمه جدا للدكتور لما يجي يكتب الريبورت هيقول لك انت ما سالش على الاسئله دي ليه. حاجات مهمه جدا. نعم في حاجه اسمها سموكينج. هو مين صاحب السؤال؟ في حاجه اسمها سموكينج اندكس. النمبر اوف سيجاريت هو بيشرب كام سيجاره في اليوم وبقاله كام سنه. بيطلع لنا حاجه اسمها اندكس. الاندكس ده مهم قوي في بالمونري ديزيز. وفي حاجه ثانيه اسمها ديفيوز انترستيشن لونج ديزيز، لانه كل ما زاد الاندكس بتاعي كل ما الانستنس بتاعت الليجنز بتزيد، وكل ما قل الانستنس فالانستنس بتاعتي هتزيد. هطبقها لك دلوقتي على البالمونري ديزيز. لو انا عندي ولد شباب جاي يعمل تشيست اف راي مثلا 18 20 سنه وما بيشربش سجاير وما عندوش حد في العيله عنده انستنس بريجننسي، فانا لو شفت عنده بالمونري ديزيز هبقى شويه مطمنه. ليه؟ هو ما عندوش ريسك فاكتورز تقلقني من ناحيته. لكن لو جالي واحد عنده 50 سنه وبيشرب سجاير كتير جدا وبقاله سنين كتير مثلا بقاله 30 سنه بيشرب سجاير، وفي العيله فاميلي هيستوري ان هو عندهم الاب الجد الخال كذا كان عنده سرطان في الرئه، ده مش هعمله زي ده خالص. الراجل الكبير اللي بيشرب سجاير واللي عنده فاميلي هيستوري ده الانسنس فريجنسي عنده عالي. يبقى انا لما اشوف عنده بالمونري ديزيز ما ينفعش اقول له دي صغيره دي شكلها كويس دي ان شاء الله ما تقلقناش. غير الولد اللي هيجي لي عنده مثلا 20 سنه وما بيشربش سجاير وما عندوش فاميلي هيستوري، لما اشوف عنده بالمونري ديزيز يعني الى حد ما هبقى مطمنها شويه. تمام؟ الراجل الكبير اللي هيجي لي ده لا اشوف عنده ديزيز اقول له لا ده انت عملت افلام قبل كده هتهالي، ده انت عامل فحوصات قبل كده، عامل تحليل، عامل اي حاجه، مش هيعدي عليا بالسهل كده واعمل له الاكس راي ويروح. لا انا لازم اطلب منه افلام قديمه، فحوصات، تحاليل، اي حاجه عملها. هكمل معاه بقيه الهيستوري كمان عشان احنا مش بس الهيستوري وقف لحد كده، احنا قلنا الايدج والسكس والسموكينج اندكس والميديكيشن. بيتعالج من اي حاجه، بياخد ادويه لاي حاجه، لانه في بعض الادويه بتعمل لي مشكله في الرئه. مجرد انه يوقفها المشكله اللي انا شايفاها قدامي حاجه فظيعه ولونج مليانه مشاكل، مجرد ما يوقف الدواء ده خلاص الدنيا هتبقى ايه تمام ومش هيحتاج لا ياخد علاج ولا يعمل اي حاجه. فلو بياخد علاج انا لازم اقول له انت بتاخد علاج ايه، ولو ينفع اخد صوره من الروشتة بتاعته التحاليل بتاعته ده كله يبقى معايا. يبقى الميديكيشن الديوريشن اوف سيمبتومز، هو عنده المشكله دي بقاله قد ايه. الولد اللي بيكح اللي عنده 20 سنه ده من يومين ثلاثه مش هعمله زي الراجل اللي بقاله مثلا 20 سنه بيكح. يعني ده حاجه وده حاجه ثانيه. كمان الانفايرمنتال اكسبوجر، هو ساكن فين؟ ساكن جنب مصانع او فلاح غير الموظف اللي قاعد على مكتب، يعني ده مش هيتعامل زي ده. الاكيبيشنال اكسبوجر هو هل هو في شغله ده ده فلاح بس مثلا يقول لك ده انا من الارياف وكل حاجه بس مقدر الارض بتاعتي. التاني لا ده مزارع وبيروح يشتغل وبيربي طيور. واحد تاني لا ده بيشتغل في مصنع فيه اتربه او دخان او مصانع عطور او في مواد بقى زي السيليكا والتالك والحاجات دي، دي برضه لازم لو هو بيشتغل حاجه من الحاجات دي ابقى عارفه هو بايه يعني بيتعرض لها او لا. الفاميلي هيستوري، انت حد من العيله عنده تاريخ مرضي لاي حاجه، اورام، سرطانات، مش شرط في الرئه بقى، عندك في اي مكان تاني فيه في يا ريت الشبابيك كلها يا جماعه في يا جماعه لما نيجي العيان بتاعنا نيجي نعمل له شيت اكس راي ما نكسلش واحنا بناخد الهيستوري بتاعه، نملى الشيت بتاعه كويس، نعرف سنه قد ايه، حد براجل ولا ست، هعرف بيدخن ولا لا وبيدخن ايه، ولو سجاير مهم قوي ان انا اعرف السموكنج اندكس بتاعته كام، يبقى بيشرب كام سيجاره في اليوم وبقاله كام سنه وفي النص بطل ما بينهم ولا لا عشان اعرف احسب الاندكس بتاعه صح. بيشتغل ايه وساكن فين وعنده تاريخ مرضي لاي اورام، ده مهم جدا بالنسبه له. احنا قلنا بقى ان احنا دلوقتي بنتعامل مع بالمونري ديزيز يعني حاجه اقل من 3 سم. هيفرق معايا هي 1 او 2 مللي، هيفرق معايا هي من 2 ل 7 مللي، هيفرق معايا هي من 7 ل 3 سنتي، ولو اكتر من 3 سنتي فده مش موضوعنا النهارده. يبقى لما حضرتك تعمل سي تي وتيجي تقيس الحاجه اللي احنا طبعا كلنا على السي تي بنقوم قايسين الدنسيتي وبنقيس السايز، ده حاجات مهمه جدا بالنسبه لي، لانه حتى القياس على الجهاز بيفرق عن قياسي انا على الفيلم بعد كده، ممكن تفرق حاجات بسيطه. يعني انا لما باجي اقيس على الفيلم وحضرتك قايسلي على الفيلم هي كام، انا ببقى مهتمه بالقياس بتاع حضرتك قد ايه، عشان انا هيفرق معايا السايز زي ما احنا قلنا. لما تقولي ان هو عنده البلمونري ميديون دي وقياسها 7 مللي انا هيبقى ليا تفكير، غير لما تقولي ده قياسها 2 سم، دي لها طريقه في التفكير ودي لها في الطريقه في التفكير. كمان حضرتك بتقيسي الدنسيتي بتاعت البلمونري ميديون دي لو احنا عاملين سي تي،
فلما بلاقي الدنس بتاعتها عاليه يعني انا شايفه حاجه صورت حاجه بيضه دنس كده غير لما بشوف حاجه هيزي اسمها جراوند جلاس. والترمينولوجي ده احنا هنفسره في محاضره ثانيه يعني ايه جراوند جلاس ويعني ايه كونسوليديشن يعني اي مصطلح هنشوفه هيقف قدامنا ممكن نترجمه دلوقتي بس هنفهمه بالتفصيل بعد كده. فانت حضرتك لما تقولي الدنس بتاعتها دي ايسه 30 غير لما تقولي دي ايسه مثلا 10 فدي مثلا جراوند جلاس لا دي سوليد لان انا في تفكيري بعد كده ده هيفرق. حضرتك لما بتعملي فحص السي تي او فحص الاكس راي هو على المستوى الاكس راي انا بس مجرد ان انا اقول النزول دي موجوده في الابر ولا في الميد ولا في اللور موجوده سنترال ولا موجوده بريفرال ده على مستوى الاكس راي. لكن في السي تي في فحص الهاي ريزوليوشن سي تي مهم قوي يعني يا جماعه لما تيجوا تطبعوا الفيلم اسيان لازم نعمل مع صوره كرونال وفيلم كرونال وفيلم ساجيتال ده مهم يعني مش بس انا ببص عليه عشان اتفرج على شكل الفيلم لا احنا عندنا في الديستريبيوشن حتى بتاعت النزول دي يعني اللونج نفسها مش بس يعني مش حاجه هي لونج وخلاص كده لا دي اللونج دي بتتقسم جواها لوحدات صغيره اسمها سكندري بلمونري نديول وجود النديول دي جوه السكندري بلمونري نديول بيفرق معايا. طب هي موجوده على البلورا من بره او على الفيشر بيفرق معايا. طب هي متوزعه هابهازرد كده اي حاجه شويه فوق وشويه تحت برضو بيفرق معايا. ده بالنسبه لو انا عندي مالتيبل نديول يبقى انا وانا بعمل فحص الهاي ريزوليشن سي تي وحضرتك بتعمل لي كرونال وسجدر انا بيفرق معايا قوي توزيعة النوديولز دي جوه اللونج عامله ازاي. ففي الهاي ريزوليوشن سي تي لما بعمل فحص كرونال وسجدر ده برضو مهم بالنسبه لي اتفقنا؟ طيب احنا خلاص هنتكلم النهارده بس عشان ما نتوهش على نوديوله واحده بس انا شفت في اللونج واحده بس اتاكدت ان هما مش كتير عملت الفحص بتاعي كويس معايا كرونال وسجدر برضو هبتدي افكر بقى في ايه؟ انا الهدف مني في الاخر في اخر المحاضره دي ان انا اقول ان النوديول اللي انا شايفاها دي حاجه مش قلقاني دي حاجه بسيطه بنايت فانت بالنسبه لك مثلا هتعمل المتابعه دي كل سنه ولا دي حاجه صغيره بس ما تكسلش عنها يعني ان انا حتى انصح العيان هو بيبقى محتاج النصيحه دي من حضرتك انك تقول له لا دي ما تكسلش عليها دي حاجه تقلقني رايك بالنسبه له دي حاجه مهمه. اسباب بقى السكندري بلمونري نديول هم حاجات كتير جدا جدا منهم حاجات بناين ومنهم حاجات مالجنت. الحاجات المالجنت دي كلنا نسمع عن بروكوجينيك كارسينوما نسمع عن كارسينويد تيومر. الحاجات البناين احنا نسمع عن حاجه اسمها هامرتوما نسمع حاجه عن حاجه اسمها كوندروما دي حاجه يعني بناين بس هي برضو تيومر غير لما اقول دي حاجه انفلاماتري دي جرانيلوما كان عندك كان عنده تي بي من زمان في الهيستوري احنا قلنا الهيستوري بتاع الميديكيشن بيشمل انه لو عنده اي مرض هو بيتعالج منه وكمان لو يعني في اللون او انه عنده اي حاجه ثانيه ليفر ديزيز او رينال ديزيز او حاجه وبياخد علاج. يعني العيان اللي عنده حاجه في الجسم انا يهمني قوي هو بيتعالج من ايه؟ لانه ممكن يقول لي ان انا كان عندي درم او ثلج من زمان وبتعالج منه خلاص اتشفيت منه الحمد لله. فانا لما هشوف عنده بلمونري نديول موجوده في الايبس ولها كرايتيريا كتير كده هنطبقها فهقول له ده دي من اثر الضرر اللي كان عندك قبل كده فما تقلقش منها. غير لو واحد ما بيتعالجش من مرض فانا لما اشوف الليجن ده ما ينفعش اقول له اصل يمكن كان عندك من زمان لا مفيش اصل يمكن ده. يعني انت يبقى كل ما بتندرج تحت الانفلاماتري برضه؟ لو حد عنده اولت بي ولا حاجه وعنده جلوكوما تمام ما هي انفلاماتري تمام فهو ده من الانفلاماتري ليجنز تي بي او لونج ابسس في حاجات كونجنتال بقى ممكن يكون عارفها برضه ممكن ما يكونش عارفها بس هو لما يعمل الاكس راي وانا لقيتها حاجه قلقاني فطلبت له 60 ممكن ساعتها بقى تبقى الدنيا سهله بالنسبه لي اعرف اشخصها زي حاجات الارتيريو باسلر مالفورميشن ده ارتري مع الرين اتوصلوا بطريقه معينه فانا لما اعمل له فحص سي تي واحيانا كونتراست هلاقي تو فيزيتس رايحين للمديولا دي تمام واحد فيلينج ارتري وواحد ريننج فين كل ما الكواليتي بتاعت الفيلم بتاع حضرتك اللي انت عامله لي كويس انا هقدر اشوف الفيزيت دي كويسه فهنسهل على العيان وما نطلبش منه فحص تاني تمام؟ بيبقى نفس الاي بي ام بيبقى نفس الابيرنس بتاعت البريك كده مثلا بيبقى بي ام البريك بالظبط ريننج فين حاجه سيربنتاين هي في الشيست هتبان له ديول نديول عاديه هنشوف لها صور كتير هتبان له ديول بس هشوف لها اثنين فيزيتس واحد رايح ينزيها احنا مش هنعرف مين اللي رايح ومين اللي جاي بس انا هشوف اثنين فيزيتس واصلين معايا في البريك بنشوف حاجه سيربنتاين شويه هنشوف صور دلوقتي شايفين يا جماعه قد ايه هي بالمونري ديول واحده بس بتحتمل حاجات كتيره جدا حاجه ممكن تبقى بسيطه انفلاماتوري او حاجه كونجنتال موجوده عنده بالصدفه او مثلا بروكوجينيك كارسينوما الفرق شتان ما بينهم.
للبلمونري ديون دي زي مثلا في في الفيميلز النبل تاني صوت كده قطع ماشي مش مشكله انا صوتي مثلا زي في الفيميل النبل ممكن يبان ارتفاعات احنا بنبقى عارفين مكانه بالظبط فين ولما بنعمل فيلم لاترال يعني ليها كذا حاجه اقدر اعرف هو ده فعلا نبل ولا هي دي بلمونري ديون فعلا زي سكار واحد اتعور قبل كده وعمل سكار على السكين بتاعه فانا لما صورته طلعت حاجه في الشيست فبرضه مش عارف ساعتها هل دي بلمونري ديون ولا دي سكار في طريقه نبقى نميز بينها بعد كده بس في سي تي هجيب لكم صوره ليها كمان لو العيان ده كان عنده فراكشر قبل كده كان عنده ريب فراكشر وريب ده بدا يحصل هيلينج فالهيلينج الجزء الهيل ده ظهر كانه بالنسبه لي حاجه في اللونج فعشان كده مهم ان انا اعمل الاي في واعمل اللاترال ولو الدنيا بالنسبه لي مش واضحه هضطر اعمله سي تي طيب احنا دلوقتي خلاص قلنا ان العيان ده عنده بلمونري ليديون وقلنا ان الديون دي معناها ان حاجه شايفاها حجمها اقل من 3 سم ازاي بقى اقول اه دي حاجه كويسه اروح ما تقلقش ولا دي لا خلي بالك دي حاجه مش شكلها مش مريحه بالنسبه لي لازم ما تكسلش وتروح للدكتور بتاعك هنقول كومنت على كذا حاجه على السايز بتاعها قد ايه الشيب شكلها عامل ازاي الكروس باترن ده لو هو عمل الفحص بتاعه وكان عنده فيلم قديم فهقول له بعد اذنك لو عندك فيلم قديم هتقولي ساعتها هنبص على الفيلم ده ونشوف حجمها كان قد ايه ودلوقتي بقى حجمها قد ايه المارجن بتاعها حروفها من بره عامله ايه هل هي حاجه سموث كده ما فيهاش مشكله ولا حاجه لا دي فيها زي مايكرو نوديولز من بره معرجه ولا حاجه فيها راديشن كده زي قرص الشمس ومطلع الشعاع بتاعه الدنسيتي بتاعتها بقى زي ما احنا قلنا مهمه ان انا اشوف حاجه سوليد قوي غير لما اشوف حاجه الدنسيتي بتاعتها قليله ده هيفرق معانا في التفكير بتاعها الانهانسمنت لو عملنا له فحص سي تي وبعدين عملنا سي تي وكونتراست بنقيس الدنسيتي قبل ما في البري كونتراست والدنسيتي في البوست كونتراست كل ما بيكون حضرتك واخد بالك من الليجر كل ما بتعمل الحاجات دي تسهلي وتشوف لي الدنسيتي بتاعتها وتشوف البوست كونتراست تقيس لي بقت كام هاوس فيلد يونت كل ما انت بتسهل عليا ان ارجع لحضرتك تاني واقول لك لا معلش قيس لي السايز بتاعها لا معلش شوف لي هي كانت الدنسيتي بتاعتها قد ايه وبعدين الفيلم اتمسح وبعدين الفيلم ما اتسيفش وبعدين اصلي مش عارفه العيان كان مهزوز في البري كونتراست فما عرفتش اقيس له يعني كل ما حضرتك بتبقى واخد بالك من الحاجات دي وبتعملها والعيان معاك على التيبل غير لما العيان بيروح وبعدين ما بنعرفش نرجع للفحص تاني. البي سي تي ده لو هو خلاص احنا وصلنا الموضوع فيه مشكله فانا هضطر اعمل له فحص بقى تالت اسمه بي سي تي ده بيقيس لي الاكتيفيتي بتاعت الليجن اللي انا بشوفه هنتكلم عنه برضه. احنا اول حاجه عملنا ايه عملنا ديتكشن للبلمونري نوديول وعرفنا ان انا خلاص اوكي انا عندي بلمونري نوديول سوليتري وانا عايز اعرف هي ايه مشكلتها تاني خطوه هعمل لها ايه ايفالويشن يعني ايه ايفالويشن هقيس السايز واشوف الشيب والمارجن واقيس الدنسيتي واشوف الانهانسمنت بتاعها والجروس باتر تالت حاجه هشوف لو انا عندي اذر تولز تساعدني لو انا عامله شيست اكس راي اي بي هقول له لا طب ناخد فيلم لاترال لو انا عامله اي بي ولاتر العيان عنده اولد فيلمز هقول له ايه هنقول ايه لا ده انت محتاج تعمل سي تي عملنا سي تي ولسه مش واصلين ده احنا محتاجين نعمل بيت سي تي شايفين المدايسس كلها حاجات تساعدنا عشان في الاخر لازم العيان يوصل له انت هتعمل ايه هي دي الجول بتاعنا ايه الهدف بتاعنا انت النوديول بتاعتك دي الحمد لله حميده ومش محتاج تعمل فولو اب او لا النوديول بتاعتك دي مقلقه هتيجي تعملها بعد ده سنه تعمل متابعه او النوديول دي مقلقه افضل لا ده هتعمل متابعه بعد 6 شهور بس دي يا جماعه مش حضراتكم اللي هتقولوا الكلام ده حضرتك هتقوله له من باب انه يطمن لو هو عيان قلق جدا بس دكتوره هو اللي هيقول له لان الدكتور ممكن يكون عنده موداليتيز ثانيه تساعده في انه يوصل لتشخيص الحاله فبليز مش حضرتك هتشوف بلمونري نوديول ومش هنطبق عليها الحاجات دي كلها وحس انها حاجه بناين لا حضرتك ما تقلقش خالص انا الموضوع ده انا عارفه فانت ما تقلقش روح وحط بطنك البطيخه صيف او لا الحق ده انت عندك مشكله كبيره جدا ده انت ممكن تموت في خلال فتره قليله فحضرتك كده هتزود الريسك اللي على البيشنت لا حضرتك هتحط الحاجات دي في دماغك لو العيان الح انه يعرف هو عنده ايه هقول له ان انت عندك المشكله دي ان شاء الله مطمئنه بس حضرتك مع الدكتور بتاعك لا هي الحاجه دي الى حد ما انا من رايي انها تقلق بس حضرتك برضو ايه خليك مع الدكتور هو هيطمنك هيفرق معانا في المانجمنت بتاع الحاله دي ان انا اقول ان الحاله دي لايكلي بناين او لايكلي مالجنا اكيد طبعا هتفرق كتير جدا
لو حالة انفلاميشن لها طريق للعلاج، لو حالة كونجنتال وهي موجودة أصلا عنده ومش عندها مشكلة لها تفكير، لو الحاجة دي بناين تيومر لها طريقة في التفكير، لو الحاجة دي برونكوجينيك كارسينوما دي حاجة مولية جدا وحاجة خطر جدا، فاحنا لينا طريق تاني بسرعة هنمشي في خطوات تانية أفضل. هنتكلم بقى أول حاجة عن السايز. احنا قلنا عندنا حاجات كتير قوي هنطبقها على النديوم دي عشان اوصل في الاخر هي لايكلي بيناين ولا لايكلي مالينجنت. انت هتروح تطمن ما تقلقش، ولا انت لا عندك مشكلة ما تروحش ايه وتكسل. السايز بتاع النديوم يفرق طبعا، يفرق كتير جدا. احنا قلنا النديوم دي اقل من 3 سنتي، هنحط تحتيها تقسيمات كتير بقى. حضرتك نظام الكلاسيفيكيشن بتاعك النديوم نانسوسي لان كانسر تعتبر تبع الكلاسيفيكيشن بتاعت البالون نديوم برضه سنجل بالمنر نديوم بروكوجينيك كارسينوما طبعا. اقل من 3 بص هي بروكوجينيك كارسينوما بتيجي بصوره كتير جدا جدا جدا، ممكن تيجي بصوره سنجل بالمنر نديوم وممكن تيجي مالتو يعني سبتايب تاني منها يعني اصل هي كلاسيفيكيشن كتير كومن اه اللي احنا عارفينه. بص في سبتايبز بتيجي بمالتيبل، هي ما بتجيش غير مالتيبل، بس لما نيجي نقيس بقى ان البروكوجين بص هو في محدث اسمها بروكوجين كارسينوما اصلا الاشهر منها هو السكويموس كارسينوما هو ده اللي بيجي بسنجل، لكن في نوع تاني اسمه برونكو الفيلر ده ما بيجيش غير مالتيبل. فيعني يعني اقصد ان البروكوجين كارسينوما دي حاجات كتير قوي، فالسنجل بالمونر نديول منها البناين ومنها المالجنت. السايز اقل من 3 سم هقول له ديول، بس يفرق هل هي اقل من 4 ملي ولا من 4 ل 7 ولا من 8 ل 20 ولا اكثر من 20. 20 هي 2 سم يعني 2 3 سم. يهمني ايه الانسنس بتاع المالجنسي في كل واحده فيهم قد ايه. لو اقل من 4 ملي انا الانسنس اوف مالجنسي زيرو، يعني انا عندي ديول السايز بتاعها اقل من 4 ملي فخلاص انت يعني احتماليه ان دي تكون بروكوجينيك كارسينوما بالنسبه للاحصاء زيرو. بس هل معنى كده ان انا مش ممكن تطلع برمونري ديول وبعد شهر زادت في الحجم بقت 5 او 6 فالدرجه تحت الايتم اللي بعديها هيبقى الانسنس بتاع مالجنسي فيها 1؟ ممكن. يعني اقصد ان دي احصاءات عشان انا اجمع داتا كتير قوي في الاخر اقدر اقول، يعني انا مش من السايز بس اقول لا ده انت 4 اقل من 4 مني فانت زيرو فانت خلاص مش برونكوجينيك. لا ده بص انا زي ما يكون عندي سكور كده بنعمله للعيان بنملى فيه معلومات، مثلا الخانه اللي فيها السايز خدت 1، الخانه الثانيه فيها الشيب خدت 2، الخانه الثالثه فيها كذا اخدت 3، اجمع السكور ده في الاخر واقول الانستنس قد ايه. تمام احنا اتفقنا عن السايز الانستنس بتاع مالجنسي في كل واحده فيهم قد ايه. اللي اقل من 4 ده 0، من 4 ل 7 ده 1، من 8 ل 20 ده 15، اكثر من 2 سم ده 75% انستنس اوف مالجنسي. الشيب فاكرين لما اتكلمنا عن السكور قلنا ان ممكن يكون العيان ده عنده سكور. سكور ده يعني شرط على الجلد من بره، فليها حاجه اسمها 2 دي دايمنشن يعني طول وعرض، لكن النديول لازم تكون 3 دي دايمنشن يعني لها طول وعرض وارتفاع. وبرده الناس اللي بتشتغل على سيتي كويس بتقيس لنا الطول والعرض والدبس بتاعها. تمام فدي حاجه مهمه عشان اقول ان ده سكور، دي حاجه فلات بس لها 2 دي دايمنشن ولا دي حاجه لها 3 دي دايمنشن، فدي فعلا مديول حقيقيه. في الشيب كمان بيهمنا نقول ان دي حاجه راوند، فحضرتك لما بتقيسها لي طول وعرض بتقولي ان دي حاجه راوند طولها زي عرضها، لا الحاجه دي اوفر الطول اكتر من العرض، او الحاجه دي الريجولر مش حاجه مش شكل منتظم قدامي. ده بالنسبه للشيب. الجروس باترن ده احنا قلنا عليه مهم، حضرتك لما هتعمل الاكس راي هتقول العيان ده لو عندك افلام قديمه عندك فحوصات قديمه هاتها الدكتور بيحتاجها. مهمه؟ اه طبعا مهمه. لو عنده فيلم اكس راي قديم وطلع عنده بالمونر ليزيون السايز بتاعها سنتي وبعدين هو الدكتور كان قايل له هتيجي بعد سنه تعمل الفحص الجديد، في الفحص الجديد لقيناها سنتي، يفرق معنا؟ اه طبعا دي حاجه كده ثابته ما كبرتش في الحجم، فدي بالنسبه لنا مهمه. بس هنعرف بعد كده ان في حاجه اسمها الدبلنج تايم، يعني كبرت قد ايه في وقت قد ايه. يعني الفيلم القديم اللي معاه ده من سنه، بس انا كنت عامل دكتور على فكره فحص تاني من 6 شهور بس الفيلم ضاع، لازم اقول للدكتور ان هو كان بيتابع. يعني انا وانا بعمل الشيت بتاعي بتاع العيان وانا باخد الهيستوري بتاعه، حضرتك بتشتكي من ايه؟ والله بشتكي من كذا. طب انت اخر فحص عامله امتى؟ مثلا من 6 شهور او من شهر، بس المتاح معايا هو من سنه والباقيين مش موجودين. لازم انبه الدكتور لحاجه زي دي، لان الدكتور مش هيبقى متاح له انه يشوف العيان تاني، وهيعتمد على الكلام اللي حضرتك كتبته له. فحضرتك لما تقول له ان هو بيعمل فولو اب كل 3 شهور غير لما تقول له ان الفيلم ده من سنه وحضرتك مش واخد بالك انه كان فيه فحوصات تانيه وهو ما جابهاش. تمام؟
عشان ما نرجعش احنا نقول ايه العيان مثلا هيستلم الفحص بتاعه. كلنا بنعمل كده في السنتر ساعتنا او المستشفى بتاعتنا، هتستلم الفحص ده بعد يومين خلاص. هو الدكتور جه قرا الكلام اللي حضرتك كتبته له وخلاص مش هيشوف العيان تاني. ساعتها هو لو قلق هيضطر انه يخلي العيان يستنى ما ياخدش التقرير بتاعه لحد ما يفهم منه هو عمل فولو اب كل قد ايه. صوتي وصل لحضرتك ورا صح؟ تمام. هو عمل الفحص ده كل قد ايه وهيعتمد على كلام حضرتك، بدل ما يقول له لا حضرتك استنى بقى مش هتاخد التقرير بتاعك تاني وتيجي تقابل الدكتور في اليوم الفلاني عشان هو عايز ياخد منك هيستوري تاني. يبقى الهيستوري اللي حضرتك بتاخده ده تقريبا تمت شغل الدكتور، حضرتك وفرت عليه مجهود كتير جدا. تمام. الهيستوري اللي حضرتك اخدته تمت المجهود. فحص السي تي اللي حضرتك عملته سواء بري او بوست والدنسي والانهانسمنت والحاجات اللي حضرتك عملتها تلت الشغل، بقيه الشغل الدكتور هيركب المعلومات كلها على بعضها وبناء على الداتا اللي هو عارفها هيبتدي يقول العيان الخطوه الجايه هنعمل فيها ايه. يبقى احنا شغلنا تكميلي، مش بس حضرتك صورت الفيلم وعملنا كوب افلام والدكتور يجي يلص بعد كده اخر اليوم بقى ومش عارف بقى ده عمل ايه وده هيستوري بتاعه ايه وده مشكلته ايه. يبقى احنا لازم نتعاون مع بعض عشان نوصل للعيان المعلومه مظبوطه وما يخسرش انه جه عمل فحص عندنا، ما يبقاش اسمه عمل اكس راي وخلاص ما استفادش منه، او عمل سي تي والسلام وخد تقرير طبعا طلع اكيد ناقص بسبب ان الداتا ما كانتش كامله. احنا قلنا الدبلنج تايم مهم لان الليجن اللي هيكبر في شهر غير الليجن اللي هيكبر في سنه غير اللي الليجن هيكبر في خمس سنين. تمام. يبقى هو بيعمل فولو اب كل قد ايه وكل افلامه معاه دي مهمه. احنا لو اتكلمنا عن الدبل المطايم هو في كلام كتير هيلخبط بصراحه لان كل قاعده بيبقى لها شواذ، فاحنا بس يهمنا انه لو حصل دبل يعني الليجن ده زاد ضعف حجمه زادهم في قد ايه دي معلومه مهمه. يبقى كل الداتا اللي عند البيشنت يجيبها. في بيشنت يقول لك ايه لا انا مش هودي له الفيلم اصل يغش منه. طبعا دي معلومه تحرق الدم. انا مش محتاج فيلم حضرتك عشان اغش منه، انا مطلوب مني ان اساعد حضرتك. الكلمه دي احنا نفسنا بنسمعها كتير جدا. نعم بالظبط. لو ايه نسمع رايك هنا يعني قال نسمع كلمه جديده يمكن يكون عنده معلومات جديده. بالظبط. يعني هو جاي يمتحنك، يعني هو مش جاي يعمل فحص وياخد معلومه ويستفيد منك، لا هو جاي يختبرك النهارده انت مذاكر كويس ولا لا. بيختبرنا وبيختبركم طبعا. فيا جماعه لازم هم يبقوا فاهمين كويس قوي ان انا بجمع معلومات كتير قوي وبعرف عن حالتك المرضيه عشان افيدك مش عايز اضرك، وان انا هغش منك لا مش هغش منك، انا هقول لحضرتك ان انت عندك مشكله وانت مع نفسك روح دور بقى. وهيلف بقى ما بين الفني وما بين الدكتور وما بين الدكتور المعالج وما بين بتاع التحاليل اللي هيقول كلمه. فالقصه ان انا لازم اجمع كل معلوماتي في فايل. عشان كده في المستشفيات الكويسه اللي فيها داتا بيس لكل العيانين طبعا دي بتريحنا. تمام يا جماعة. فاحنا قلنا كل اللي حضرتك لما بتعمل الفحص سواء سي تي او سواء اكس راي بتقول له لو عندك بناخد الهيستوري كويس جدا من العيان، بناخد كل كلمة بتتفرق معانا. الحاجة التانية انه لو عنده اي افلام قديمة او اي تحاليل عملها او اي حاجة عنده هو بيجيبها. قلنا في المستشفيات الكبيرة بيبقى عندهم داتابيز بيبقى على الكمبيوتر كل حاجة بتاعت العيان، عمل تحاليل عمل افلام قديمة بيتعالج من اي حاجة، هو بيبقى عند كل ده متسجل على الكمبيوتر. بس لان ده مش متاح لينا فحضرتك لما بتاخد هيستوري كويس من العيان وبتطلب منه الافلام دي بتوفر على الدكتور اللي هيكتب التقرير بعد كده ان احنا نضيع وقت على العيانين. ده نفس العيان عمل اول فحص سنه 1990 طلع عنده البلمونري نوديول دي. لما جه عمل الفحص تاني 1998 احنا ما نعرفش هو في النص عمل فحوصات تانيه ولا لا، بس هم دول الفيلمين اللي عندنا. لقينا نفس النوديول دي، نفس النوديول، نفس السايز، نفس الدنسي بتاعتها، شكلهم ما اختلفش خالص عن بعض. ده هيفرق في التفكير عن اني كنت الاقي السايز بتاعها كبر او الشكل بتاعها اختلف او ظهرت واحده تانيه. يبقى احنا لما بنطلب من العيان دي البالونه اللي موجوده اللي انا لقيتها في الاول، ده الفيلم الاولاني. نعم مش نفس الحاله. مش باينه على دي مش باينه. طيب باينه هي نفسها في الفيلم ده.
نفس الديولة دي سنة 1990 كانت نفسها هنا. طب يبقى انا مهم قوي العمل الاكس راي ده لما قال له حضرتك لو عندك افلام قديمه خدها هتفرق معانا طبعا فرق كتير جدا. تمام. ده عيان تاني عمل سي تي الفرق ما ده نفس العيان عمل اربع افلام الفرق ما بينهم كان ما بين سنه ونص وسنتين. تمام. فاول واحده مش عارف لما بشاور هو بيطلع الماوس مش بي طبعا. طيب هو الاول كان عنده حاجه هنا بسيطه خالص ديوره صغيره اهي. تمام. الدنيس بتاعتها ايه يا جماعه؟ يعني لما هنشوفها بعد كده هنعرف ان هي مكانها كان فين. شايفين دي؟ طيب شايفين دي؟ كل الفرق ما بين واحده منهم كان ما بين سنه ونص لسنتين. في الاول كانت الدنيس بتاعتها قليله حاجه اسمها جراوند جلاس وقلنا التيرمولوجيا كله هنشرحها في المحاضره بعد كده. الدنيس بتاعتها زادت شويه البياضه بتاعتها زادت شويه فبقى في النص في حاجه اسمها كونسوليديشن وحواليها جراوند جلاس. بعد كده السايز بدا يكبر والشيب بقى مور ايريجولار والدنس بتاعتها بدات تزيد. شفتوا ان احنا لما بنشوف الفيلم القديم بنعرف تدرج الحاله بقت عامله ازاي؟ لو انا معايا الحاله دي بس وهكتب عليها التقرير هيفرق معايا، هيفرق ان انا ابقى عارفه هو قبل كده مشكلته كانت من قد ايه وبعدين التطور بتاعها وصل لحد فين. تمام. يبقى احنا لما بنقول له هات الافلام القديمه بتاعتك مش عشان نغش منه الحاله عشان نفيد. المارجن او البوردر اللي هي حروق حرف النديول دي من بره عامله ازاي؟ ان انا لما اشوفها حاجه سموث كده حاجه مدوره والحروق بتاعتها ناعمه غير لما بشوفها حاجه شايفين النديول دي طالع منها شرف كده دي حاجه اسمها سبيكيولز غير واحده زي دي هي ما فيهاش سبيكيولز بس حرفها من بره مش ناعم قوي زي دي. تمام؟ دي بقول عليها سموث دي بقول عليها لوبيوليتد دي بقول عليها سبيكيوليتد. دي نديول برضه بس جواها سنترال كافيتيشن من جواها فاضي يبقى مش هعمل دي زي دي زي دي زي دي كل واحده فيهم ليها طريقه تفكير. يبقى حضرتك لما بتعمل الفحص وبعدين تقيس لي الدايمترز قلنا ببقى عارفه ان شكلها راوند ولا شكلها اوفل والحروف بتاعتها دي هي سموث ولا حاجه لوبيوليتد ولا حاجه فيها سبيكيولز كده زي تفرعات زي اشعه شمس كده كل ده بيفرق معايا. دي واحدة تانية برضو شايفين المارجن بتاعها من بره عامل ازاي ده برضو حاجة مختلفة. تمام. شايفين التفرعات اللي طالعة منها دي اسمها سبيكيولز او اسمها راديشنز. الراديشنز دي احنا بنسميها كورونا رادياتا زي قرص الشمس وطالع منه اشعة كده. الدنسي بتاعت الحيط بتاعت النديول قلنا لما نشوف نديول بنقيس الدنسي بتاعتها قد ايه بتفرق معايا النديول دي كالسيفويد ولا موت كالسيفويد. كالسيفويد عليها تكنسين وتوزيع التكنسات دي جوه النديول هيفرق معانا في التفكير برضه. هل التكنسات دي واخداها كلها واخده النديول كلها ولا هي سنترال حاجه في النص بس ولا حاجه لاملاتد عامله طبقات ورا بعضها ولا حاجه اسمها بوب كورن زي حبايه الفشار. كل واحده من دول مش هتتعامل زي الثانيه. تمام. دي حاله عامله اكس راي لقينا عندها البلمونري نديول دي في النص بتاع شايفين في السنتر بتاعها هنا دي كلها نديول كده. تمام. المارجن بتاعها مش سموث هي حاجه ريجلر وفي النص بالظبط كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن دي عامله زي حبات الفشار دي بوب كورن كالسيفيكيشن. تمام. دي حاله ثانيه الكالسيفيكيشن اللي فيها حاجه اسمها سبيكلد اللي هي منقطه كده دي برضو حاجه مختلفه. دي كلها ديفيوز كالسيفيكيشن كلها كالسيفايد. ده العيان ده متصور برون ده سي تي العيان البيشنت نيم برون وعنده بوستيريو بالمونري نديول هنا فيها سنترال كالسيفيكيشن. بصوا احنا جمعنا هنا الكالسيفيكيشنز اشكالهم عشان لما اشوفهم اقول مين فيهم لايكلي بيناين ومين فيهم لايكلي مالجنانت. اللي في الاول دول اللي هي الديفيوز والسنترال والبوب كورن واللابليتد دول لايكلي موست كومنلي بيناين الانس بتاعت لابيلينتي فيهم عاليه جدا لكن الستيبلد والاكسنتريك دي ماشيه اكتر مالجنانت. دكتور احمد قال لنا في محاضره يوم السبت ان المالجنانت ان البروكوجيني كارسينوما ما بيجيش ابدا كالسيفويد الا في حالتين انها تبقى جايه اون توب اوف تي بي يعني العيان ده كان عنده تي بي وعنده النديول دي كانت بتاعت التي بي حصل اون توب بتاعها عليها بروكوجينيك كارسينوما فاخدت الكالسيفيكيشن بتاعت الجرانيولوما. تمام. الحاجه الثانيه ان العيان ده كان بياخد راديشن
بياخد كيموثيرا بياخد راديشن فبقت كالسيفويد تمام؟ يعني قبل لو لقينا النيول فيها كالسيفويد يبقى دي في الغالب بلايد يعني حاجة حميمة لأن معظم الأورام في الصدر ليفر كالسيفويد يبقى كالسيفويد ساين اوف بلانيزم كالسيفويد في الجول في الغالب ساين اوف بلانيزم لو لقينا كالسيفويد خبرناها من دايرة الملاجمنت لكن بما ان لكل قاعة الحواس وجود كالسيفويد في ملاجمنت تيومر لا يعني حاجتين انها بروكوجينيك كارسينوما حصلت على سكار بتاع تي بي متكلسه قبل كده اصلا وبالتالي حصل على ميوباس جينيس هيبقى هنا ورم خبيث ومتكلس اجينس رول اجينس القاعده بتاعتنا تمام. الحاجه الثانيه ان واحد عنده نوديول النوديول دي نتيجه للنفوم او حاجه زي كده وخد عليها ريديو ثيرابي ريديو ثيرابي بيبصر كالسيفيكيشن داخل النوديول. يبقى نقول الكلام تاني نيفيول كالسيفايد إز بنايد أمليس حاجتين مونكوجينيك كارسينوما أون توب أوف سكار بتاع التنين أو تيومر واخد ريديو ثيرابي دول الحاجتين اللي ممكن نقول فيهم مالجنا تيومر وكالسيفايد. معنى كده يا جماعه تاني هنقول ان حضرتك لو اخدت هيستوري من العيان وانت بتعمل له الاكس راي او السي تي بتاعته وقال لك ان انا عندي كنت عندي قبل كده ضرر او عندي تي بي او قال لك ان انا كان عندي تيومر وباخد راديشن يبقى الهيستوري اللي حضرتك اخدته هينفعني وانا بكتب الريبورت. يبقى الكلام ما بيتاخد ما بنعملهوش ملي ورق وبس لا دي كل كلمه بتتقال احنا بنستفيد منها بعد كده. دي حاله تانية هي اهو يعني بالباثولوجي ثبتت ان هي برونكوجينيك كارسينوما. حضراتكم شايفين دي النوديول اهي ده سي تي ميديسينال ويندو وعندي على الليفت سايد بالمونري نوديول تمام. فيها سنتر كالسيفيكيشن دي واحده تانية فيها اكسنتريك كالسيفيكيشن دي واحده تانية فيها نقط ستيبل كالسيفيكيشن شكلهم مختلفين بس هم بالباثولوجي كلهم طلعوا برونكوجينيك كارسينوما. اهي دي التايبس بتاعتها دي حاله ثانيه برضو فيها ابيكال نوديول وفيها برضو كالسيفيكيشن سي تي بالمونري ويندو وميديستاينال ويندو. حضرتك لما بتشوف نوديول برضو وبتبقى حاسس ان الدنسي بتاعتها احنا قلنا في سوليد وفي جراوند جلاس لا دي النوديوله دي الدنسي بتاعتها من جوه انا حاسه انها فين فهنقيس الدنسي بتاعتها وطلعت فعلا فين فدي خلاص حاجه بيناين دي حاجه اسمها مرطومه ده بيناين الليجن تمام. يبقى ان احنا لما حضرتك بتقيس الدنسي للنوديول على الجهاز ده برضو بيفيدني بدل ما انا باجي اكتب الريبرت وبعدين ببقى حاسه ان دي فات ارجع تاني طب حضرتك اسمي معلش الدنسي دي فلو حضرتك لقطتها من الاول وقيست الدنسي بتاعتها فحضرتك وفرت علينا وقت ونرجع تاني ونقول عشان التقرير لما يتكتب بعديها بيومين هيجاوب حضرتك طب اسمي الدنسي بتاعت البالون ريديول وقيس الفيلم اتمسح اصلي ما سجلتوش تمام. في حاله برضه تقاس الدنسي بتاعتها طلعت ماينس 52 فمعناها ان ده فات فدي بتساويها مرطومه. دي برضه بالمونري نوديول بس شايفين من جوه في حاجه اسمها هوموجينس يعني كلها ميه واحده وفي حاجه اسمها هيتروجينس يعني كذا حاجه يعني مش كلها نفس الدنسي ممكن تبقى بيضة حته بيضة قوي وحته جراوند جلاس زي ما احنا قلنا البياض بتاعها اقل خالص او حته فيها كافيتيشن زي ما احنا شفنا في نوديول قبل كده كان فيها كافيتيشن ده كله بيفرق معانا في شكل النوديول دي ان انا هقدر اقول في الاخر انها لايكلي بيناين ولا لايكلي مالجنت. دول حالتين بالباثولوجي بتاعهم طلعت ان دي مالجنت ودي بيناين مع ان الشكل بتاعهم شايفين قد ايه قريبين من بعض. يبقى انا ما اتسرعش واقول للعيان ان دي شكلها على لا دي مقلقه قوي اصل فيها السبيكيوز اللي احنا عارفينها دي بتاعت الحاجه المالجنت ودي كمان فيها سبيكيوز بتاعت الحاجه اللي احنا قلنا عليها مالجنت فانا ما اتسرعش واقول للعيان هو ايه. احنا قلنا في الاخر احنا بنجمع داتا كتير حضرتك بتاخد هيستوري وبتقيس لي سايز وبتقيس دينستي وبتقيس البري كونتراست والبوست كونتراست وبتقيس لو حته شكيت فيها ان فيها فات او حاجه بعد كده احنا بنبقى الهيستوري مع الداتا بتاعت النوديول اللي احنا جمعناها دي مع الحاله المرضيه بتاعت العيان خلاص احنا عرفنا نقول في الاخر ان دي لايكلي بيناير او لايكلي مالجنت. فشكل النوديول هنا ما تخدعناش دي مالجنت بالباثولوجي ودي بيناير دي يا جماعه المالجنت بالباثولوجي ودي بيناير مع ان في الشكل هم قريبين خالص من بعض تمام.
فاكرين لما قلنا حاجه سوليد وحاجه سيمي سوليد وحاجه جراوند جلاس؟ الدنس اللي في النص دي هي الكونسوليديشن، هي السوليد، واللي حواليها ده جراوند جلاس. تمام، ده هيفرق معانا ان هي تكون كلها سوليد بس ولا كلها جراوند جلاس بس. انا معيش قوس المال كده بقى لسه التمارين نفسي والتفاصيل الجامده يعني بنحاول نبقى زيهم سبت يعني بحس ان لا اقصد انه الانسا ما دي بتاع كل واحده فيهم وتفاصيل التفاصيل او حاسبها بايه يعني بس يعرفوا ما فيش احنا ما حاسبين عن الدكتور. هنا يا جماعه في الانهانسمنت لما عملنا فحص سي تي وكونتراست فانا عندي بري كونتراست وعندي بوست كونتراست. المفروض ان انا لو هقارن ما بين الاثنين هبقى عارفه هبقى عامله البوست كونتراست واخده التايم بعد 2 مينتس. تمام، عشان اقيس هو حصل فرق في خارج انهانسمنت قد ايه بعد 2 مينتس. مش عملت مش هقنت العيان وبعد 10 دقايق كده جيت فورد وبعدين اقول ايه لا دي ما حدتش كويس. تمام، يبقى المفروض الفرق يعني احقن واصور في خلال بعدها بدقيقتين. تمام، لانه ساعتها لو لو في فرق في الانهانسمنت اكتر من 15 هاوس فيلد يونت ده هيفرق معايا. تمام، حتى لو الحقن جيفري دكتوره والحقن مانيوال اللي بعدها بدقيقتين ولا الفكره بالجيفري بس يعني لو احنا بنحقن مانيوال كده نحقن بقى نقدر نحسبها بالتقريب. مش تعزق عشان التايمنج نحسبه قد ايه يعني هنقدر نحسبه بالتقريب. انا عارفه ان انا بص انا اقصد ان انا حقن والسبعه وصلت للنتيون دي في دقيقتين. تمام خلاص، انا احسب الوقت ده وادي على اساس كده واحسبه وادي قلنا بعد. تمام طيب مش انا من ايه بنبدا خلاص. اتكلمنا زمان على الاصيل الروبينس والبلين ده ميكانيزم مختلف. احنا بنقول البيك والوسط، يعني ايه البيك والوسط؟ يعني المديول خدت سابقه ماكسيموم مش هتاخد اكتر من كده. فالمديول دي بعد دقيقتين البيك بتاع السابقه هتبتدي تنتهي. فعشان كده احنا بنقيس بعد ما السابقه توصل للبيك ومحسوبه على انه بعد دقيقتين من بدايه الحق. تقيس الدنستي بعد دقيقتين من بدايه الحق. بص الحقن المانيوال يعني تقريبا مش عايزين نتكلم فيه، عايزين دايما كل الحقن بتاعنا في السي تي انجكشن سوري انجكتور خلاص. يعني ما نقولش مانوال مانوال ده شغل بلدي ممكن نعمله احنا لكن لما نيجي نتكلم دقيقتين عشان تبقى انت حاسب التايمنج مظبوط يبقى كله انجكتور. بتقيس بعد دقيقتين عشان السابقه تكون وصلت للبيك في المديول، تقيس بقى الدنستي بتاع المديول. يبقى انا عندي قياستين، قياس قبل الصبغه وقياس بعد دقيقتين من حقن الصبغه. لو لقينا في زياده في الدنستي يعني لو كانت هي مثلا قايسه قبل الصبغه 30 وقاسب بعد الصبغه 245 يبقى زياده اكتر 15 ايه؟ هاوس فيلد يونت. هاوس فيلد يونت هي وحده قياس الكثافه بالاشعه المقطعيه. هاوس فيلد يونت وحده قياس الكثافه خلاص. فلو كانت قايسه مثلا 40 بقت قايسه 55 يبقى زياده 15 هنا دي تبقى سسبيشس. وده يا جماعه مثال قدامنا برضو دي حاله سي تي ليه ده تقاس البري كونتراست بتاعنا دي البلمونري ميديول على الليفت سايد ده بدي سي تي بدي سبينال ويند. تمام، هي قاست هنا 18 هاوس فيلد يونت وبعد في البوست كونتراست قاست 53. يبقى الفرق ما بينهم اكتر من 15 هاوس فيلد يونت. ده هيفرق معايا يعني لو حضرتك ما عملتش الفحص مظبوط انا مش هعرف احسب المعلومه دي، فانا كده خسرنا نقطه من السكور بتاعنا اللي احنا قلنا عليه احنا بنجمع معلومات عشان نعمل في الاخر سكور. هو انا لو اقل من 15 هاوس فيلد ما تبقاش سيجنيفيكانت مش كده؟ بص هو انسنس اوف مالجنسي اكتر من 15 هاوس فيلد يونت معناها ان هي خدت كونتراست اكتر معناها اكتف اكتر معناها ان انسنس اوف مالجنسي بالظبط. البيت سي تي لو احنا عملنا العيان بيت سي تي ده هيفرق معايا عشان في حاجه اسمها مورفولوجيكال يعني انه ديول دي بعمل لها اسسمنت مورفولوجيكال وبيولوجيكال. مورفولوجيكال يعني شكلها قلنا السايز والشيب والمارجن والدنستي. في حاجه اسمها بيولوجيكال يعني النشاط الحيوي بتاعها الاكتيفيتي بتاعتها، هل هي حاجه نشطه ولا هي حاجه بنين خامله ما عندهاش اكتيفيتي. الحاجه المالجنت هي بتبقى اكتف. فلما بعمل فحص سي تي ما عنديش معلش يا سوري في البيت سي تي بنلاقيها نورت في الفيلم
نوري دي معناها ان هي اكتف. تمام. الاي في ام احنا قلنا عندنا صورة ليها هي دي بالمونري ليزيون وفي تو فيزيتس واصلين لها. ده سي سي المعدة بالمونري منه دي بالمونري دي بالمونري ليزيون اهي وفي فيزل من هنا وفيزل من هنا شايفينهم؟ دي كده حاجة كاركترستيك قوي ان هي اسمها اي في ام ارتيريو فينوس مالفورميشن. ده مثال تاني البلمونري ميديوت برضو بس شايفين البلمونري ميديوت دي لما حققناها كونتراست نورت قوي شكلها بقى شكل الارضي. تمام. فدي تخليني اقول ان دي ممكن تبقى انيوريزم حاجه فاسكولار بالظبط كده. شوف احنا كلنا عمالين نجمع داتا عشان نقول في الاخر ان الديوت دي هتطلع حاجه بيناين ولا حاجه مالجنا. انت تروح تطمن ولا انت لا ما لازم تعدي على الدكتور بتاعك بسرعه. احنا كده تقريبا خلصنا خلاص السنجل بالمونري ليزيون. هنقول تاني ان حضرتك قبل ما نقول ان ده عنده سنجل بالمونري ليزيون حضرتك قبل ما تعمل الفيلم اصلا اخدت يسرين العيان عرفنا سنه وعرفنا السموكينج سموكر ولا لا والسموكينج اندكس بتاعته قد ايه والاندكس يعني بنعرف عدد السجاير في عدد السنين ودي معلومه مهمه جدا حضرتك تاخدها هتفرق جدا مع الدكتور. سموكينج اندكس كل ما بيعلى كل ما الانسس بتاعنا الليجنسي بتاعنا غير اللي ما بيدخنش خالص وغير اللي عنده سموكينج اندكس قليل. يبقى لما حضرتك تعرف ان هو بيدخن بيشرب سجاير تعرف بيشرب كام سيجاره في اليوم وبقى له كام سنه وفي النص بطل ولا لا عشان نعرف نحسب الاندكس ده مظبوط. بعد كده الفاميلي هيستوري هو عنده اي تاريخ مرضي في العيله انه حد عنده اورام قبل كده او لا ده مهم. الاوكيوبيشنال انفايرمنت هو ساكن فين ده مهم بيشتغل ايه ده مهم. يبقى حضرتك كل معلومه بتاخدها من العيان دي حاجه مفيده للدكتور مش حاجه تحصيل حاصل. بعد ما خدنا الهيستوري عندنا الميديكيشن ده مهم. هل انت عندك اي امراض ثانيه بتعالج من حاجه كبد من حاجه في الكلى بياخد لها علاج في ادويه معينه بتعمل حاجه في مشاكل في الرئه مجرد انه يبطلها الدنيا بتتحسن خالص. تمام. يبقى هو بياخد اي علاج او لا ده مهم. وعنده اي بقى مرض ثاني يعني مثلا هو عارف ان هو عنده سرطان في الرئه وجاي بيتابع غير اللي جاي لاول مره بيعمل الاكس راي. يبقى كل معلومه حضرتك تاخدها من العيان دي مفيده لينا. ده كده بالنسبه للهيستوري خدناه. تمام. عملنا الاكس راي هنعمل اكس راي بنعمل الاي بي واللاترال مهمين عشان اقول ان دي حاجه جوه اللنج فعلا ولا دي حاجه على تشيست وول من بره او حاجه في الريبس زي ما احنا قلنا كان عنده فراكشر ريب ودي حاجه ظاهره سوبر بوز كده على اللنج يعني هو عنده كسر مثلا في ضلوعه وظهرت على ده كانها نزول دي حاجه ما تلخبطنيش او عنده سكار بالظبط ظهر او ليبل في فيمين. طب انت كلها حاجه اسمها ميميكال زي النديول. طيب خلاص احنا اتاكدنا دي حاجه جوه الرئه دي نديوله جوه الرئه وعشان اقول ان هي نديول قلنا السايز بتاعها بيبقى اقل من 3 سم. تمام. لان اكتر من كده بيخش في موضوع تاني اسمه بالمونري ماس دي لها ديفرنشال دايجنوستيك تاني مختلف. اقل من 3 سم عرفنا السايز بتاعها قد ايه وقلنا بيفرق اللي عنده نديوله السايز بتاعها 5 مللي غير اللي عنده حاجه 2 سم. تمام. السايز والشيب بتاعها ايه هي راوند ولا اوفل ولا ريجلر المارجنز بتاعتها هي حاجه سموث زي ما احنا شفنا حاجه حروفها ناعمه من بره ولا حاجه فيها سبيكيوليشن او تفرعات دي غير دي. السايز والشيب والمارجن والدنستي. الدنستي قلنا الحاجه اللي هي شبهها كونسوليديشن او سوليد حاجه بيضاء قوي غير الجراوند جلاس الحاجه اللي هي الدنستي بتاعتها قليله هل هي كالسيفايد ولا لا ده مهم. الجروس باتر بالظبط لو عندي فيلم قديم او هو عمل الفيلم وانا هتابعه بعد كده هبقى عارفه ان هو في خلال قد ايه كبر بمعدل عامل ازاي. قلنا اللي بيكبر في خلال شهر مش زي اللي بيكبر في سنتين او ثلاثه. بعد كده الانهانسمنت اخذ الانهانسمنت قد ايه وقلنا كل ما حضرتك تعمل تايمنج مظبوط كل ده بيديني داتا افضل. بعد الانهانسمنت قلنا لو هو بيعمل بيت سي تي بعرف الاكتيفيتي بتاعتها عامله ازاي هل دي حاجه نشطه بتاخد ابتيك عادي قوي للاف دي جي ولا دي حاجه خامله ما بتاخدش ابتيك خالص. ده بيفرق عن ده. في الاخر بجمع كل الداتا من الهيستوري ومن شكل النديول دي وبقدر اقول انه هنقدر نساعد العيان ده في ان دي حاجه هتطلع لايكلي بنايت ولا لايكلي مالجنت. ده هيبقى له طريقه في التفكير وده هيبقى له طريقه في التفكير. كده هنبقى قدرنا نساعد العيان. في سليمان شرحت السوليتري مليون في اللانج والسوليتري مليون في اللانج من الحاجات اللي بنشوفها روتين في شغلنا ومن الواجب ان احنا نطلع من الفيرست لوك ان احنا
فورس كوميونيتي او فورس مارينز. ومن الايتمز اللي قالتهم من الايتمز المهمه الكريتيريا انك انت تحكم بنايم او تحكم مالينز لازم تكون في دماغك وانت بتقيم الريجيون. بس انا عايز اقول بقى انه زي ما قلنا كل مره كريتيريا كامله بنقول لك ان ده مالينز خلاص هتقول ايه مالينز. وكريتيريا كامله بتقول ان ده بنايم هتقول بنايم. لكن في جزء ما بين هذا وذاك القصه ليست بهذه البساطه برغم بساطه الكلام لانه في جزء من الديوز بعض الكراتيريا بتاعتها تلاقيها تورس مالينتي وبعدها تورس مالينتي. زي مثلا عندنا جرانيولوما بتاعت دي عامله سكاي وعامله الكورونا ديالها اللي شرحتها بقينا انه في radiating vessels او radiating scar حوالين الرجل. تمام؟ ميميكر للايه؟ للمالينس. يعني لو انا حاجه قيمها هقول ال ديفايند. احنا عندنا بالنسبه للكونتور يا ويل ديفايند يا ال ديفايند. الجرانيولوما بتاعت دي ممكن تكون ال ديفايند. الجرانيولوما بتاعت دي ممكن تكون radiating scar. خلاص؟ فعايز اقول ان في جزء عايز اقول في جزء بيبقى يحتمل البلينتي ويحتمل المالينسي او يبقى ميميكر ميميكر للمالينت بنسبه 100% والباثولوجي طبعا عليه. دكتور هي دي الحاله اللي احنا كان فيها ده المالينت وده البناين ده بالباثولوجي. بالظبط. مع انهم نفس الصوره. تمام يعني شوف ده يعني ده بناين. ده البناين. ده فانجل فانجل انفكشن بالظبط برضه. التنين والفانجل انفكشن عندنا قاعده كده في الاشعه ان التنين جرانيولوما او الفانجل جرانيولوما ميميكر فور ايفري ثينج ان تشست. فانجل ولا فانجل؟ فانجل 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 فانجل. لكن الناس ما احناش ناس بتوع ريالتي. بتوع ريالتي هم الباثولوجي. هو الباثولوجي معين الباثولوجي بيقول لنا ده بنايم او ده بنايم. لكن لو احنا عندنا القواعد بتاعتنا بيقول لنا ان احنا بنقول تورس تورس بنينتي او تورس ايه؟ مالينتس. يعني عايزين نبقى ما نقولش 100% ان دي مالينت. رغم انك انت عندك القواعد بتقول مالينت لكن انت بتقول انك انت ناحيه المالينتسي او ناحيه ما فيش حاجه في الاشعه لانه مش يعني الجوب بتاعتك مش كده. لان الباثولوجي هو الجوب بتاعته اللي بيقول لنا واخد بالك؟ يعني واحد فتح عمليه وشالت المليون وواحد باثولوجي وقال لي مالينجمنت خلاص حتى لو انت قاعد بلاين الرياليتي الحقيقيه هي في الباثولوجي. فلذلك احنا بنيجي نتحفظ وما نقولش 100% مالينجمنت او 100% بلاين. فهنقول تورز مالينجمنسي او تورز ايه؟ السوليتري مديول. السوليتري مديول ممكن تبقى تنين. السوليتري مديول ممكن تبقى اوبوجين كارسون. السوليتري مديول ممكن تبقى سوليتري ميتاستاتيك لوزن. سوليتري ميتاستاتيك لوزن ثانويات. السوليتري مديول ممكن تبقى زي ما قلنا دلوقتي فايبر انفكشن. السوليتري مديول ممكن تبقى فاسكولار ديشن. السوليتري مديول ممكن تبقى هارتوما. تمام؟ كل الحاجات دي كل واحد منهم كورتيريا. لكن الايم بتاعنا واحنا بنتكلم او احنا بنعمل انترفيشن ان نقول دي ناحيه البلاين ودي ناحيه المالينس. لكن زي ما شفت السكيما بتاعت الكلام في حاجات باثولوجيك. يعني ايه باثولوجيك؟ يعني في الغالب لما هشوفها هتطلع ده الكلام المظبوط. يعني لما شفنا مديول وداخل لها شريان وخارج منها واحد دموي يعني افرد وافرد يعني داخل لها بلاك بيزن وخارج منها بلاك بيزن يبقى في دي لازم 100% تطلع اي بي ام افاسكولار ابيرو فينس مالفورميشن او افاسكولار. الحاجه الثانيه ممكن نشوفها حتى داخل الرئه انوريزم. انوريزم في البلمونري مش ابيرو فينس مالفورميشن مش وصله خلقيه ما بين شريان ووريد. لا ده هنا ده بلمونري فين او بلمونري ارتري برانش منه او صار برانش منه بيتمدد. تمام؟
هذا التمدد بيحصل في بعض الامراض. عندنا في مرض اسمه بيست ديزيز. بيست ديزيز ده بيعمل انوريزم في البلموري ارتس برانشز في الديفيجنز بتاعت حتى في السكند ديفيجن او في السكند برانش او في السكند برانش. تمام بالبان في الليك باي او بالبان في الستين كما لو كانت ايه مديون ولا لكن بالكونتراست زي ما شفنا هذا الروم دي بصره هذا الروم دي انوريزم او مش انوريزم. يعني في حاجات بس بقولك قوي اما هشوفها هقدر اوصل للتشخيص ما هي التزيين ده. طيب لو انا لقيت مديول ويل ديفايند مديول ويل ديفايند وموجوده اكثر ناحيه البريفرال موجود اكثر ناحيه البريفرال يعني تحت البوره شويه تمام وعيان عندها برايمري مانيجرسي يعني واحده عندها كانسر بريست ولقيت وهي بتتعالج ولقينا مديول واحده حتى لو كانت واحده سميتها مديول حتى لو هي وجه فاين فعلا هو الكراتيريا بتاعت الميتاستاسيس انها جايه عن طريق البلط الميتاستاسيس سبريد ورابط البروجريسنج فالكنتور بتاعها دايما بيبقى ويل ديفايند وبيبقى موشنس اللي هي كراتيريا وبين بليبتي الا انها ايه؟ مالجنت ليه؟ لان في نون برايمري عشان كده الهيستوري مهم يعني واحده عندها كانسر بريست وما كانش عندها في اللانج حاجه بتعمل لها سيريال فولو اب لقيت مديول وديفايند وهوجلس وما فيهاش كلاسيكيشن هتقول لي دي برايمر لا طبعا كل شويه لازم اعلق يكون شغال ان في نون برايمري مهم جدا ان في نون برايمري تمام ده برضه من ضمن اسباب المديولز اللي هو الايه الميتاستاتيك ديجنوزم من ضمن اسباب المديولز بس مش كومن قوي هل الليمفوما ممكن الليمفوما بتعمل ليمفوماس وده هيجي فيها كلام محاضره لوحديها الشيستي فورورد بتعمل ايه الليمف دروس والليمف دروس في الغالب بيبقى ناحيه الهايلاند الليمف دروس من الستاينر لكن هل الليمفوما ممكن تعمل مديول؟ نعم الليمفوما ممكن تعمل مديول وخصوصا عندنا نوع من الليمفوما اسمه نون هوجكن ليمفوما هو ده اللي بيعمل بانكيناتوس تشينجز لكن الهوجكن ليمفوما بيعمل ستاينر ليمف دروس فسوليتر مديول ممكن تبقى في بعض الأحيان الليمفوما وحتبقى بره الليمفوما. بنخلص يبقى كده احنا تقريبا عملنا سكريننج لانواع البلمونري ديوز وشكلها والسبيسيفيك والنورمال ساينز لبعض الديوز تمام اللي انا عايز برضو اضيفه في السوليتر ديوز بالذات بعد كل الكلام اللي سمعتوه انك تبص على الباك جراوند بتاع الباك جراوند بتاع اللنج الباك جراوند بتاع اللنج هل دي لنج فيها جراوند كلاس ديوز ديفيوز او انترستيشال فيبروزس او لان فيها كل حاجات من دي بتبقى ليها بري ديسبوزيشن لحدوث مالينسي او بتعذر تشخيص الجرانيوما يعني احنا بعض الاحيان بنلاقي الجرانيومز نتيجه سكوين وبنقدر نشخص سكيلوزس من التشينجز اللي موجوده في بقيه الايه اللنج التبيه برضه له كراتيريا زي الابيكال انفولفمنت والكافيتيشن والحاجات دي فلما الاقي مديول سكارنج وفي لنج فيها افكت بتاع التبيه هفكر في سكوما سيركال سروما او جرانيوما طبعا سكوما سيركال سروما موجودة عن طوب اوف تي بي سكار بالنسبة بقى المالتو موديولز الحقيقة عايز اقرأ في دماغك الاول الكلام البسيط الاول مالتبليستي تاني مالتبليستي اكتر مضاعة مالتبليستي سواء كانت في الوان او سواء كانت في الليفر المالتبليستي تسامي بعد الاول وبعد كده نتكلم في اي حاجه تانية يعني لو ايه مالتيبل موديولز في اللنج
يبقى هي متاسس او متاسس او تبقى سرفايز ديبوزيتس يعني او متاسس او تبقى سرفايز ايه لو في برايمري يبقى ايه المساله خفت لان انا عرفت ان في ايه في برايمري تيومر الراجل عنده سوبراين تيومر ولا ست عندها كانسر بريست ولا كانسر ستومر والمدية متاستاتيك ديبوزيتس في في اللانج انت فورم المارتن ديولز يبقى دايما المارتن بريستي لازم انفي او اكد انها متاسس ما اقدرش حاجه ثانيه تمام ولا ورغم ذلك ان عندنا في مالتيبل نوديولز مش متاسس خلاص ده اللي بيبين اللي نكتفي فيه لكن القاعده الاساسيه بنقول مالتيبلستي مينز متاسس خلاص يبقى دور على الجرايد تعالى برضه ليها مالجنت ولا ممكن تطلع مالجنت في متاسس من الجرايد لا انا قصدي المالتيبل يعني هي غير لو هي مش متاسس لو هي مش متاسس استعمل حاجه كده مثلا ينفوما ممكن تدي مالتون ميكروز تمام التبي ممكن تدي مالتون جرانيلومز الفانكر انفكشنز ممكن تدي مالتون ميكروز في ال لا لا صفع المحاضرة احنا مش عاملين في المحاضرة نخلص وبعدين بقى نخش عشان بس الدكتور لو سمحت حتى لو العميل اقفل ده بس عشان اجيلك المطلوبستي لو احنا خرجنا انها خلاص يعني المغرب يعني متاسس لو هي مش متاسس هتبقى في شواهد بتقول انها مش متاسس زي ما قلنا التمين ممكن يعمل مالتيبل جرانيلومس ريديوز الليمفوما ممكن تعمل مالتيبل ريديوز بس في الغالب الليمفوما بتبقى في الغالب كابيتيتنج ريديوز المالتيبل فانجل انفكشنز برضه الفانجس بانواعه ممكن يعمل مالتيبل ريديوز في الانيوريزمات اللي احنا قلنا احنا الانيوريزم اللي مع بيس الديزيز وفي الغالب بيبقى مالتيبل اكتر من ثلاثه تمام الاي بي ام ممكن تبقى مالتيبل عايز اقول لو احنا اعتبرنا ان المالتيبلستي في ميديولز يساوي ميتاستاسيس لازم برضه تحط في اعتبارك ان السكندري يتبع الايه؟ البرايمري صح؟ السكندري يتبع البرايمري يعني لو انا عندي اوستيوساركوما عامله ديبوزيت في اللاين هتوقع انها مالتيبل صح؟ وانها اوسيفايد لان جايه من حاجات فيها كفايه ايه فيها عرض فهي الميديولز نفسها يبقى فيها عرض او في او كالسيفيكيشن دنس هنسميها في الجيست هنسميها دنس كالسيفيكيشن تمام لو هي جايه من مثلا ادينوكارسينوما برايمري ادينوكارسينوما فهيبقى فيها سنترال كابيتيشن او سنترال سيستيك لوجنز اللي احنا بنسميها ايه تارجت سايد تارجت سايد بس الغالب بيبقى البرايمري بتاعها ادينوكارسينوما ادينوكارسينوما دايما استومك بانكرياس انصوم ده البرايمري بتاعها فدي قاعده مهمه جدا انه السكندري بيتبع البرايمري في الشكل الكالسيفايد بتدي كالسيفايد والسيفايد بتدي كالسيفايد والكابيتيتنج بتدي كابيتيتنج من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها برضه سواء سوليتري او مالتيبل الهيداتد انا عندنا ممكن يبقى في مالتيبل وفي غير عن السرعات السوليتري في الغالب وموجوده في الـ في الـ في الـ في النور لانج زونز وبتاخد لارج سايز لكن فيها هيداتد سمول سايز وتبقى شبيهه بالجيول ونقعد بنتكلم فيها على انها الجيول ومالتيبل انصور لكن الهيداتد طبعا بيبقى فيه بعض الكراتيريا انه يبقى مارجنال كالسيفايد الكالسيفيكيشن بيعمل مارجن او لو حصل ربشه ضخيم فيها فبيبقى الوتر ليلي ساين اللي عندنا المره اللي فاتت او ما عملوش مش عارف الوتر ليلي ساين ان الممبرين الداخلي اللي هيتنفس بيبقى عاين في الميه اللي موجوده داخل الميه بنسميه وتر ليلي ساين ده كلام مهم على السوليتري والمطر والجيوز عشان تاخدوه في ادواركم لما يكون قدامكم حالة تشيست عايز اقول بس برضه من نختم الكلام انه احنا اتطورنا في الستين تشيست بشكل عالي جدا بحيث ان احنا نقدر نشوف حتى المينيوت تشينجز من خلال ريزولوشن ستين ولكن ذلك لم يغنينا عن البلين اكس راي تشيست ما زال احنا بنعمل حتى تشيست اكس راي تشيست ستين مسبوقه مسبوقه تشيست اكس راي لان لسه له قيمته في التشخيص الاراء
العالم لان الله بيديني جلوبال فيو للشيست كله خدت بالك يعني يعني انا بشوف الشيست اكسري بشوف المي بشوف البلور بشوف الريبس بشوف الاكزيلا وبشوف حتى الشولدر انت خدت بالك فمازال الشيست اكسري هي زي بالظبط لما قلنا مثلا احنا لما بنيجي نصور حالات التيومرز بتاعت العظم بنعمل سيتيو بنعمل رنين وبنعمل حاجات كثيره جدا وهيستو سكان لان القاعده يعني نقطه الارتكاز الاولانيه هو البلين اكس راي والبلين اكس راي حتى مثلا في العرض وخصوصا في البول تيومرز لون سبيسيفيستي عاليه بس مش سنسيفيتي او سنسيفيتي عاليه بس ما فيش سبيسيفيستي عاليه يعني انت ممكن يعني في قواعد في الـ في الـ في التيومر طبعا موجوده في البلين اكس راي بتقول لك دي ايه وبيسحبوها يعني حاجات مهمه جدا ممكن ما تشوفهاش في وتشخص قوي لكن ممكن ورا ما يظهرش في العرض ممكن ورا ما يظهرش في الاكس راي بيظهر في السي دي او يظهر في الايه؟ بالنهار لكن السبيسيفيك دايجنوزس قواعد التشخيص هي الى حد ما كتير جدا موجوده فين؟ موجوده في الاكس راي لذلك ما استغنيناش عن الشيست اكس راي وما استغناش عن الكلين فيلم في الاسعار. فاكر عليكم النهارده وان شاء الله نكمل باذن الله. الليفر والسبلين المحاضره الجايه ولا لا؟ الليفر والسبلين ما كملناهاش. كملها الاسبوع الجاي. اسالك انت رجعت بصوت خفيف شعبي